السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. اليوم إن شاء الله نحضر حريشة فرضيين بالزيتون والزعتر. والمكونات هي جوج لايف كبار ديال السميدة، الزيت البلدية، خمارة الحلوى، شوية الملح، شوية الخميرة، الزعتر، شوية الزيتون مقطع، ومعلقة ديال السنيدة، وشوية الماء باش نخلطو. والآن نضيف المكونات. بسم الله. والآن غنجمعها بالماء. بسم الله. والآن بعد ما خلطتها غنغطيها بالبلاستيك الغذائي. وغندير فوقها المنديل وغنخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ما ارتاحت لنا العجينة لمدة 10 دقائق غنكوروها كويرات صغار بحال هكا، غنغطوها في السميدة وغنحطوها على هاد الدوائر باش كتجيو متقادين. ودابا غنصيب الكويره الثانيه. هانا ها صيبتهم وديتهم يطيبوا. كنستعمل هاد الدائره باش كيجيو متقادين، حريشات متقادين. ودابا نقلب هادي نشوفها واش طابت. ودابا قلبتهم باش يطيبوا من جهه الاخرى. بعد ما طابوا لي هادو غنحيدهم ونحطهم. بعد ما طابوا لي هادو نرد اخرين يطيبوا. وغنبقاو مستمرين في العملية حتى تكمل العجينة ديالنا. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي زوينة وكنتمنى انها تنال اعجابكم. ونحل لكم الحيدة تشوفوها. ونقدموها مع شبريلي داتاي. نكبر لكم كويس. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وسبسكرايب وتضغطوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.